السلام عليكم، معكم الأسوار بخالد، كاتب النصوة ومخرج المسرحية لنعيش معا في سلام. كما نعرف هذا العمل، هذا المشروع مدعم من صندوق الدعم لوزارة الثقافة بمساهمة المسرح الجهوي لمدينة سيدي بلعباس. الآن كان العرض الثاني أمام الجمهور، طبعا بالبروتوكول الصحي، التباعد. الناس شاهدت هذا العرض وشاهدت المرة اللي فاتت وعاود شاهدت هذه الخطرة، وكان الجمهور كما يقول لك استقبال من طرف المسرح الجهوي كان مليح الحمد لله. ونتمنى إن شاء الله طول هذه العروض بالمسرح الجهوي وبالقاعات المسرحية، قاعة الجهوية. نشكر قبل كل شيء، نشكر الممثلين اللي كانوا يقوموا بالدور نتاعهم على خشبة المسرح، نشكر التقنيين بالمسرح الجهوي، وتاني ما ننسوش الجمهور تاعنا الصغير هو اللي راه هنايا حاضر معنا. نقدو تاني سي سفر لو نرجعوا شويه المسرحيه. هل المسرحيه شكون اللي الف هذه المسرحيه واخرجها لهذه اليوم؟ شكون؟ تأليف انا لسوا بخال نتكلم نتحدث، والاخراج ايضا تأليف واخراج. علاش 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 يتكلم هذا الموضوع؟ هذا الموضوع هما اصدقاء من الحشرات، اصدقاء الحشرات، النمل الابيض الاحمر والنمل الاسود، والحشرات الدعسوق والفراشه وكل الحشرات اللي كانوا عايشين في الغابه. الان اللي عدوهم اللدود هو العنكبوت اللي مسيطره عليهم، مسيطره وحقرتهم وديتهم المخزون تاعهم تاع اللي يلموه في الصيف باش يحرزوا روحهم به في المشتى. هل 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 له مغزى هذه المسرحية؟ هل لها مغزى او معنى؟ المغزى هو انه العيش بسلام، العيش بسلام في الوطن العربي والوطن العالمي، هذا اللي نعيش بسلام، وباش نخلوا الاجيال القادمه عندهم مستقبل ان شاء الله زاهر. ونقول لكم للجمهور، نقول لهم مرحبا بكم في القاعات المسرح الجهوي سيدي بن عباس، قاعة المسرح الجهوي سيدي بن عباس. ونتكلموا ثاني هاوا الاطفال راهم حاضرين، ثاني نزيدوا نسالوا. نشكر ثاني. فيما يخص الحجر، الحمد لله الحمد لله اللي الان راه تنحات علينا شويه غمه، رانا في التياتر، الاطفال راهم يتنفسوا شويه وصافي بليزير، صافي بليزير كيما هكا نخرجوا من الازمه ان شاء الله، الله يرفع علينا هذا الوباء. انت اللي مشاهدك في المسرح الجهوي، جبت ولادك باش جبتهم باش يتفرجوا هذا العرض، وهذا العرض جميل يخص الاطفال، صافي بليزير. تعالى اليوم جيتي تتفرجي هذه المسرحيه؟ تاع الاطفال؟ واش عندك معاه؟ عندي 11 عام. عجبك عجبتك المسرحيه؟ عجبتني بزاف. ها؟ عجبتني بزاف. واش تحكي لنا على المسرحيه؟ واش تقولي لنا؟ عجبتني تاع النحله. النحله؟ اي. واش واش هو اللي عجبك الاخر؟ الدور تاع النمل. هذه أول زيارة لي للمسرح وفرحت بزاف، وما شاء الله إن شاء الله أعيد المجيء إن شاء الله. لأنه المسرح كبير بزاف، يوعي، عنده بزاف فوائد، إن شاء الله نتمناه أن المسرح يدخل في المنظومة التربوية ويكون عنده يدرس في المدارس وفي المتوسطات وفي الثانويات. نتمنى إن شاء الله يكون عنده دور كبير في المدرسة، لأنه حقا يوعي كما قال المثل، أعطيني مسرحا أعطيك شعبا عظيما. ان شاء الله يا ربي ما يكونش غير نشوفوه غير في مره في الاسبوع، ونشوفوه قال لك ماناش نشوفو المسرح راه شبه منعدم في الجزائر. نتمنى ان شاء الله نشوفوه في المدارس وفي الكتاب المدرسي، ويكون عنده اساتذه يدرسون المسرح في المدرسه في المدارس وفي المتوسطات والثانويات والجميع. جبتي وليداتك جبتي جبتي وليداتك معك؟ كنت صغيرة، كنت صغيرة. واسمك؟ واسمك؟ هذه بنت اختي جبتها. الله يبارك. واسمك؟ ها؟
فرات هذه هذه الكاميرا هذه شوفي هنا اسم جميل علاش علاش جيت على راك هنايا على راك هنايا عجبتك المسرحيه جميله جدا راكي في دراستك احسن في الدراسات تلميذه مجتهده احسن في الدراسه واش من سنه الله يبارك كان الاطفال متضايقين شويه والحمد لله الوباء راه طير فعلينا الحمد لله والله راه حسن كيفاش شفت السبيكتاك كيفاش بالك السبيكتاك هذه خطوة الزوجة ولا نجيب السبيكتاك الله يبارك واش عجبك في المسرحية؟ نملة نملة ايش الاخر؟ هناء هناء؟ نعم وانت هذا جيت تتفرج مسرحيه اليوم؟ ها؟ واش تفرجت اليوم؟ واش درت؟ تفرجنا التحسوقه التحسوقه والعنكبوت واش عجبك؟ واش عجبك في المسرحيه؟ التحسوقه ها؟ التحسوقه وانت واش تقرا؟ تقرا في غايه ولا؟ نقرا غايه غايه كاع غايه؟ ها؟ غايه وشحال شحال تجيبها؟ لا لا من المعدل؟ نعم ركب السنه مجتهد نعم واش تقول واش تقول واش تقول صحابك على على ترك ذيك الكمامه؟ ها؟ ترك ذيك الكمامه؟ نعم واش تقول واش تقول صحابك على الوباء؟ صحابي يدير الكمامه ولازم يغسل كنا على اليوم على السبيكتاك حتى فيه شنو نقولكم اليوم ما شاء الله الله يبارك شنو مبادره جميله وماذا بكم تكروها لنا اولادنا شنو مضايقين مع الكوفيد الحمد لله اليوم تمتعنا الحمد لله نكروا ما شاء الله نكروا لنا هذا القصه قصدر عجبكم السبيكتاك عجب الاولاد ما شاء الله الله يبارك الله يبارك ما شاء الله قصدر تجاوبوا مع الاطفال كاع طيب ما شاء الله طيب هذيك الناحيه نعم عندها الصح شافك صديقنا وخبرنا جي يا شافك صديقنا وخبرنا